إذا ذهب القانون أو المسودة تحولت إلى قانون والإقليم أو أربيل رفضت هذا القانون ووصل للتصويت، تعتقد أنه الأغلبية السياسية سوف تمرر هذا القانون كما أصبح التلويح أيام الموازنة ويصبح نافذا وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء؟ نعم، قبل أن أجيب على سؤالك أستاذ نجم بخصوص ما قاله أستاذ بازرقان بخصوص مدير شركة السومو، لماذا مو من البصرة؟ هو وزير النفط من البصرة سيد، وزير النفط هو من بصرة يعني، والإقليم كردستان والعراق وليس بريطانيا والدول الأوروبية، وما المعلوم للكل وضع السياسي في العراق وكان بين المكونات مقابر جماعية وعدم الثقة، وهو محاولات لبناء عراق جديد بمشاركة الجميع وتوظيف واستثمار ثروات العراق لخدمة العراقيين وإعادة الثقة بين المكونات ليعيش عراق ديمقراطي جميل وينهي صفحات الاقتتال والمجازر الجماعية. شلون يسوونها جميل يا أخويا؟ شلون يسوونها جميل؟ أهل بلادكم جميل وشوفونا جميل، هذا وين جميل؟ أستاذ نجم في هذه المرحلة كفي بداية ديمقراطية بعد 20 سنة، وبالرغم بسبب عدم الالتزام بالدستور ونظر إليه بالانتقائية نتج كثير من هذه المشاكل والانتكاسات التي لحقت بالجميع الكابينات الوزارية في العراق ولم يقدم شيء العراق. الآن بصدد حل هذه المشكلات والحكومة السوداني والاستقرار السياسي النسبي الحاصل الآن يبشر بالخير، ونحن نتمنى أن يكون يمرر قانون النفط والغاز ويراعي الظرف الخاص للعراق والإقليم كردستان وبها النوع من المرونة، ووفق الدستور العراقي أن يكون لا خلاف علينا أن يكون جميع الثروات العراق بالنفط والغاز يوزع على المواطنين العراقيين، ولكن كل يشارك في إدارة الملف النفط في استخراجه في تسويقه في يعني سيد برهان أنت مع الإدارة المشتركة لحقول النفط في الأقليم أم مع الإدارة المركزية للنفط في كل العراق؟ أن هنالك وزارة سيادية اتحادية، إحنا ما عندنا النفطات نبيعهن وناكلهن. لا، ليش تكون أكو إدارة مشتركة بالأقليم وما تكون أكو إدارة مشتركة بالبصرة؟ ليش هنا حلال وهنا مو حلال؟ احنا مو نقول اتفقنا ووافقنا على ان يكون شركة السومو يشرف على الاتفاق الاخير بين حكومة اقليم كردستان ووزارة النفط هو تسليم للسومو على ان يكون شركة السومو بها مواطنين في اقليم كردستان. الاخوة في اربيل لديهم اعتراض على هذا، مثل ما استمعت للسيد النائب يقول يجب ان تكون ادارة مشتركة أو يذهبون إلى إنشاء شركة خاصة لتسويق نفط أقليم كردستان. أنتم مع هذا التوجه مع الأخوة في أربيل؟ هو في الدستور العراقي يقول الرأي الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط أن يكون رأيهم في مسألة الإدارة واستخراج هاي مادة دستورية ويمكن أن يطبق. لماذا يعني هذا الحساسية على هذا؟ خلي مهندس من 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 إقليم كردستان من بصرة من مواطن يشارك في إدارة في شركة سومو مذنب، هو هم عراقي هم مواطن عراقي، يعني لماذا هذا ذنب كبير إذا كرد يريد أن يشارك في إدارة الملف النفط؟ يعني إذا كان هناك مؤسسات اتحادية يجب كل المواطن العراقي في الشمال والجنوب يشارك فيه.